بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فرحان أشوفكم والحمد لله على السلامة من الامتحانات. موضوعنا بنعمة ربنا عنوانه أنا ما أنا، يعني إزاي الواحد فينا يفهم نفسه ويعرف قيمة نفسه، ودي بتحدد حاجات كتير قوي في حياته، تصرفاته، مستقبله، طموحاته، شخصيته. فالموضوع له جانب نفسي شبابي وله جانب روحي عقيدي، وهنحاول نعرضه ما نطولش عشان يبقى في فرصة للأسئلة. الأول لو سألتك أنت مين، ممكن تتلخبط في التعريف تقول أنا فلان. أيوة، يعني أنا عارف اسمك، بس أنت يعني عبر لي عن نفسك كده، اتكلم عن نفسك، تلاقي نفسك مخبط مش عارف تقدم نفسك. المفروض الواحد يعرف يقدم نفسه فيعرف إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش. لكن شباب كتير قوي يقول أنا مش عارف نفسي، أنا مش فاهم نفسي، أنا ساعات أبقى متضايق مش عارف متضايق ليه، أنا ساعات فجأة كده ألاقي نفسي عاوز أغير أصحابي بدون داعي. في حاجات أنا مش فاهمها عن نفسي. الأول أقول لك في ثلاث حاجات يخلوك تفهم نفسك. نقول لهم إيه؟ اسأل نفسك، اسأل اللي حواليك، اسأل ربنا. ثلاث قواعد لو عرفت تستخدمهم هتفهم نفسك. الأول اسأل نفسك. يعني إيه اسأل نفسك؟ في شباب كتير منكم ما بيقعدش مع نفسه أبدا، يقعد مع التلفزيون، مع الكمبيوتر، مع الشباب اللي زيه، إنما عمره ما بيقعد مع نفسه يحكي مع نفسه. تعرفين الكتاب يقول إيه؟ لماذا أنت حزينة يا نفسي؟ بيكلم نفسه. لماذا تزعجينني؟ ترجل داود بيكلم نفسه. الشخص اللي بيقعد مع نفسه بيفهم نفسه، إنما الشخص اللي دايماً بره نفسه مش هيفهم نفسه أبدا، ومش هيعرف يقدم نفسه عمره صح. يوم ما تيجي تتقدم بقى لشريك حياة بعد كده، تيجي تعرف نفسك ما انتش تعرف نفسك، مش ما انتش عارف. مثلاً خطيبتك يعني تقول لك إيه اللي بيضايقك، تقول لها مش عارف. إيه اللي بيبسطك، مش عارف. طب إمتى، إيه اللي بتحبه، مش عارف. إيه اللي بتكرهه، مش عارف. كل ده لأنك ما عادش مع نفسك. فالأول اسأل نفسك. يقال أن أنبا أنطونيوس له كلمة مشهورة يقول لك اعرف نفسك تعرف ربنا. يعني لو فهمت نفسك وعرفت نفسك ودخلت جوه نفسك هتلاقي ربنا جوه، لأن ربنا هو اللي خلقنا. إذن القعدة الهادية بينك وبين نفسك هتكشف لك حاجات كتير، منها إيه أكتر حاجة حلوة فيك، إيه أكتر حاجة وحشة فيك، إيه اللي بيضايقك، إيه اللي بيبسطك، وهكذا. الخطوة الثانية اللي تعملها عشان تفهم نفسك، اسأل الدايرة اللي حواليك. يعني لو سألت شلة أصحابك لو كانوا عاقلين، طبعا دي مش كتير، إنما لو كانوا عاقلين هيقولوا لك أنت أحلى حاجة فيك كذا وأوحش حاجة فيك كذا، لا أنت عصبي، لا أنت طيب، لا أنت مكار، هيقولوا لك في وشك. ما تستهنش برأيهم لأن دول الدايرة اللي حواليك. إنما طبعا يفضل اختيار الناس العقلاء، فلو أصحاب بس ساعات يكونوا إيه يعني لسه هما نفسهم مش ناضجين قوي، فرأيهم متطرف شوية. الدايرة بتاعت البيت هنا عادة رأيهم أقوى. يعني لو سألت والديك وإخواتك وقرايبك القريبين قولوا لي أنا إيه بالظبط، يقولوا لك أنت شاب كويس، فيك كذا وفيك كذا، حلو فيك كذا والوحش فيك كذا. وممكن تقعد تسألهم أسئلة عن نفسك تفاجأ بإجابات أنت ما كنتش عارفها عن نفسك. الحوار ده بيساعدك تفهم نفسك. المدخل الثالث اللي تعرف بيه نفسك هو القعدة مع الإنجيل، لأن الإنجيل بيحط قدامنا الصورة المثالية اللي المفروض الإنسان يبقى عليه، صورة ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح. أنت لما اتخلقت اتخلقت على الصورة دي، وعشان تحقق نفسك لازم ترجع للصورة دي. فكل ما تبص في الإنجيل وتقعد تتكلم مع ربنا كل ما تفهم نفسك،
انت قد ايه بعيد عن الصورة دي. معلمنا يعقوب شبه الانجيل تشبيه جميل قوي، قال عليه المراية. المراية الواحد لما بيبص في المراية بيشوف نفسه، بس بيشوف هو قد ايه ملخبط، يعني هو متخيل نفسه حلو، لكن ايه لما بيبص في المراية يلاقي نفسه مبهدل، شعره منعكس، يبقى لازم يتظبط على الصورة المثالية اللي المفروض يبقى عليها. يبقى عندنا ثلاث مفاتيح يساعدوك تفهم نفسك. مفتاح الاولاني انك تلاقي وقت تقعد فيه مع نفسك، وفي شباب يستخدموا الورق والقلم، يقعد يكتب مذكرات او مشاعر. الطريقه دي مفيده جدا في فهمك لنفسك، انك تقعد ترجع تفهم انت كتبت ايه، كان مضايقك ايه، انبسطت بايه، حققت ايه، يومك عدى ازاي. مذكرات دي ساعات تساعد الواحد يصاحب نفسه فيفهم نفسه. الخط الثاني قلنا انك تسأل ناس مقربين عاقلين، مش اي حد، عشان لو رحت الواحد في الشارع تقول له ايه رأيك فيا هيقول ده شاب مفوت. الخط الثالث وهو الاهم دايما هو انك تقعد مع ربنا، ان كان في انجيل او خلوة او صلاة. ده كل ما تعمله بانتظام كل ما يوريك الصح ايه وانت فين، الصورة المثالية ايه وانت بعيد عنها قد ايه. واحد يقول طب انا هقعد مع نفسي او هقعد مع الناس او هقعد مع ربنا، هعرف ايه بالظبط؟ يعني لما اقول اعرف نفسك دي هعرف فيها ايه؟ اقول لك شوية نقط. مثلا لازم تعرف المزايا. هتقولي لا ما فيهاش حاجة عدلة، اقول لك تبقى مش عارف نفسك. في شباب كتير ما بيبقاش شايف في نفسه ولا حاجة كويسة، ده عنده صغر نفس. مش ممكن ربنا ما خلقش فيك حاجة كويسة؟ فيك حاجات حلوة طبعا، لازم تعرفها. حقك على نفسك انك تعرفها، وحق ربنا عليك انك تعرفها. وبيسميها الكتاب الوزنات، ربنا اداك وزنات امكانيات. ممكن تقول انا طيب، انا بحب الناس، انا بطبع اجتماعي، انا دم خفيف، انا نشيط في الدراسة، انا بحب الرياضة، انا شاطر في الكمبيوتر. مزايا. قصاد منها لازم تعرف العيوب برضو. مش بقول الخطايا دي مش جلسة اعتراف، جلسة الاعتراف مكملة وليها مكان تاني، لكن انا بتكلم على جلسة انت بتحلل فيها نفسك. تقول لا مثلا انا شوية عصبي، انا بخاف، انا فيا شوية كسل، انا عيبي ان انا بخون اللي قصادي ما بستأمنوش بسرعة، انا عيبي مندفع في الكلام، انا عيبي مستعجل دايما، انا عيبي بطيء زيادة في القرارات ومتردد. اعرف عيوبك. قصاد المزايا في عيوب برضو. اعرف طموحاتك، نفسك في ايه. في شاب تسأله نفسك في ايه يقول لك مش عارف، عايش ليه مش عارف، عاوز ايه مش عارف. الله، طب ما انت مش فاهم نفسك. وطبيعي مثل هذا الشاب ما بيبقاش سعيد ابدا، لان زي ما هنشوف الشخصية القوية دايما شخصية هدفها واضح. فانت ايه طموحاتك، نفسك في ايه، وما تقولش كلام من براك. في ناس تقول كلام كده شكله يعني حلو بس هو مش من جواهم. لا، قول اللي جواك. تقول نفسي ابقى اشطر واحد، ماشي. نفسي ابقى عضلاتي قوية، ماشي. نفسي ابقى احلى واحدة في الدنيا، ماشي. قول اللي انت عاوزاه، بس خليك عارف انت نفسك في ايه. وصاد كده برضو مفيش مانع تعرف ايه اكتر حاجات اثرت في حياتك، ان كانت ايجابية ولا سلبية. برضو دي لما تقعد مع نفسك او تقعد مع ناس مقربين ممكن تكتشف. تقول لما انا كنت صغير والاستاذ احرجني قدام كل التلامذه انا الحكايه دي مش قادر انساها ابدا، جرحت ثقتي بنفسي. كويس انك تعرفها دي، حلو قوي انك تكتشف العيب ده. تقول في مره تاني كل الناس سقفت لي وانا باخد الكاس، حاسس ان دي اجمل لحظه في طفولتي. حلو، خليك عارف ايه الحاجات اللي عدت عليك جرحتك والحاجات اللي عدت عليك رفعتك، لان كل ده شكلك، كل ده جزء من تكوينك. فعشان تفهم نفسك افهم الحاجات دي. برضو اعرف الخبرات اللي عدت عليك، يعني انت لعبت رياضة ايه مثلا، اتعلمت موسيقى شوية، اتكلمت مع ناس اجانب. شوف الخبرات اللي عدت عليك، في خبرات حلوة في خبرات سيئة، في حاجات ندمت عليها قلت يا ريتني ما اتفرجت على الفيلم ده كويس، وقلت الكتاب ده فرق معايا كتير قوي استفدت منه كويس. اعرف الحاجات اللي عدت عليك شكلتك.
إذن عندنا حاجات كتيرة وأسئلة كتيرة بتساعدك إنك تفهم نفسك. نقطة مهمة في معرفة الشاب لنفسه إنه يعرف القيمة، حاجة اسمها الفاليو، القيمة، القيمة. إحنا كشباب مسيحي قيمتنا الحقيقية في إن إحنا أولاد ربنا، يعني دي القيمة بتاعتك قبل ما تكون مصري وقبل ما تكون شاطر في المدرسة وقبل ما تكون ابن فلان وفلانة وقبل ما تكون أخوك فلان وقريبك فلان وقبل ما تكون، لا بص كل ده كوم، انت قيمتك الحقيقية في ان ابوك ربنا. تعرفين ممكن تقابله شاب مثلا ابوه وزير ولا حاجة فتلاقيه حاسس بنفسه قوي وبيمشي كده منفوخ لمجرد ان ابوه وزير، هو ده قيمته، احساسه بالقيمة نابع من ان له قريب مهم. انت لو فهمت يعني ايه ان ربنا ده ابوك هتبقى هي دي قيمتك الحقيقية. لكن لو بصيت للناس حواليك هتلاقي بيحطوا القيمة في معايير تانية. واحد حاطط قيمته في الشهادة اللي معاه، مثلا واحد بيقول أنا الدكتور فلان، أنا المهندس فلان، أو أنا الأول في الثانوية العامة، دي القيمة بتاعته. واحد تاني بيحط قيمته في العلاقات، يقول لك أنا أعرف فلان، أعرفه ومعايا تليفونه، يعني دي بقى تديله قيمة كبيرة قوي. أنا قابلت فلان واخد منه أوتوغراف، فدي بالنسبة له مدياله فخر وقيمة. واحدة مثلا تبقى قيمتها في جمالها، هي ناسية خالص حكاية إنها بنت ربنا، إنما طول النهار قدام المراية شعرها مش عارف إيه وشكلها شكله إيه وقيمتها في جمالها، وحاسة إن ده راس مالها، فمثلا لما تطلع شوية حبوب في وشها ولا تتخن شوية تلاقي جالها انهيار عصبي. ليه؟ لأن حاطة قيمتها في جمالها. واحد تاني حاطط قيمته في صحته وعضلاته، فبيلعب بقى رياضة عنيفة، إنما لما يجيله دور سخونة كده ويرقد يحس إن هو ملوش أي لازمة لأنه فاكر نفسه يعني قوي ما بيتغلبش. ناس كتيرة قوي في الزمن ده حاطة قيمتها في فلوسها، حتى في الشباب تلاقيه إيه مش عارف لابس ساعة بقد كذا ويقف وسط العيال بقى يفرد عليهم ويوري لهم الساعة كده عشان يقول أنا معايا ساعة بكذا، أو لابس كوتشي غالي جزمة غالية يبقى عاوز يطلعها في وش الناس كلها يقول لهم الجزمة دي بكذا جايبها من البلد الفلانية. واحد حاطط قيمته في جزمته هو حر، واحد حاطط قيمته في الفلوس، زي ما تكبر شوية تلاقي واحد حاطط قيمته في العربية اللي راكبها، هو ينزل من العربية الشيك دي عاوز كل الناس تبص عليه وهو نازل، قيمته في العربية، مفيش قيمة أكتر من كده. واحد قيمته في البدلة اللي لابسها. ففي ناس حاطة القيمة أو الفاليو في معايير كتيرة أوي. واحد قيمته في كلامه، يحب يتكلم ويبهر الناس بالكلام أو دمه خفيف فيقعد ينكت كتير ومعتقد إن دي راس ماله فالناس بتحبه عشان دمه الخفيف وعشان كتر كلامه. إذا في قيمة مختلفة من واحد للتاني، وللأسف دي موجودة في كل شبابنا. إنما الشاب المسيحي الحقيقي كل الحاجات دي صغيرة ما عدا حاجة واحدة، قيمته في إنه لما يدخل الصلاة يكلم ربنا يقول له أبانا الذي في السماوات، دي القيمة بتاعته. فلما يجي واحد أغنى منه ما تهزش، واحدة أجمل منها ما تفرقش معاها، واحد مش عارف متفوق عنه ما يزعلش وما يغيرش وما يحسدش وما يحقدش. ليه؟ أنا ابن ربنا فأنا قيمتي في الحتة دي، فالباقي ده كله كلام صغير. عارف كويس إن العربية هتبوظ والبدلة هتتقطع والجمال هيروح كل ده كلام فاضي. من هنا ندخل على حاجة اسمها الشخصية القوية. أغلب الشباب بيتكلم في التعبيرات دي، يقول لك فلان ده شخصية. إيه يعني الشخصية القوية دي؟ كلكم نفسكم تبقوا شخصيات قوية، والمسيح الحقيقي شخصيته قوية. على الأقل هنحط أربع معايير للشخصية القوية. أول معيار أو محك للشخصية القوية إن الشخصية القوية ليها هدف واضح. أي شخص ملوش هدف واضح تأكد إنه شخصية ضعيفة. قصبة تحركها الريح، لما مر ربنا يسوع علق على يوحنا المعمدان قال ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ قصبة تحركها الريح يعني واحد كده إيه على كل لون،
مالوش كده كيان. إنما يوحنا المعمدان قال لهم أقول لكم أعظم من نبي، لأن يوحنا المعمدان كان شخصية قوية جدا، حتى هيرودس بيخاف منه، وهيرودس ده ملك، كل الناس بتعمل له حساب. ليه؟ يوحنا المعمدان له هدف واضح جدا، هو نشر الملكوت وإعداد الطريق قدام المسيح الآتي. فبسبب وضوح الهدف شخصيته قوية جدا، كل الناس خرجت، وإيه ناس شديدة، عشارين وخطاء وقلوبهم حجر، إنما تهزوا من كلام يوحنا المعمدان ما يخافش من حد أبدا، في هدف. فأنت لما يكون لك هدف واضح تبقى شخصيتك قوية. وعلى فكرة على قد ما هدفك حلو على قد ما شخصيتك حلوة. يعني اللي هدفه يطلع الأول شخصيته قوية، بس اللي هدفه يخدم الناس شخصيته أقوى، واللي هدفه يدخل الناس كلها السماء شخصيته أقوى وأقوى. بقى كل ما كان الهدف رائي وكبير كل ما كانت الشخصية أقوى. معلمنا بولس الرسول كان هدفه واضح جدا، عاوز في كل حتة يدخل الناس السماء، يقف يتحاكم، وهو بيتحاكم يهز اللي بيحاكمه، يهز المحكمة كلها، وهو مش بيدافع عن نفسه، عمال يتكلم عن المسيح. لدرجة مرة الكتاب يقول ارتعد فيليكس الوالي، الوالي اللي بيحاكمه اترعش منه وهو بيتكلم عن البر والدينونة، هزه. لو بولس كل همه انه يطلع من السجن كانت تبقى شخصيته أضعف، لو بولس كل اللي همه انه يعمل فلوس كانت شخصيته تبقى أقل، ما دي أهداف. لو بولس كل همه يحافظ على نفسه عشان ما ياخدش حكم إعدام يعيش فترة أطول، هدف كان يبقى غير مؤثر. إنما لأن هدفه قوي واضح شخصيته قوية جدا. كل ما تحب ربنا وتحب الملكوت تبقى شخصيتك أقوى، كل ما تلهيت في الدنيا وأهدافك ضعيفة كل ما كانت شخصيتك ضعيفة، وكل ما كانش ليك هدف يبقى مالكش شخصية. المعيار الثاني، في واحد يحط هدف بس ما يعملش مجهود. المعيار الثاني للشخصية القوية أنها تسعى لتحقيق الهدف، هو الالتزام. يعني إيه؟ أديكم مثل من حياتكم، أنت ليك واحد صاحبك متفوق عاوز يطلع الأول، أو عاوز يدخل كلية معينة في ثانوية عامة، فلأن هدفه واضح نفسه في الكلية دي تلاقيه مجتهد جدا، بيضيعش وقته، بتقول له تعالى نخرج يقول لك سوري النهاردة مش فاضي، بيقولوا التلفزيون في حاجة حلوة بيقول لا مش هتفرج ورايا مذاكرة. ده شخصية قوية. ليه؟ الشخص القوي يتعرف لما يعرف يقول لنفسه لا، مش لما يعرف يقول للي حواليه لا. سهل قوي تقول للناس لا، إنما الشطارة تعرف تقول لنفسك لا، تبقى نفسك تنام وتقول لا هذاكر شوية كمان لأن قدامي هدف، هشتغل شوية كمان لأن قدامي هدف، هقف أصلي حتى لو تعبان لأن في هدف. يبقى الشخصية القوية دلوقتي فيها معيارين، المعيار الأولاني في هدف واضح، المعيار الثاني في سعي للتحقيق. سعي دي تقول عليها التزام، تقول عليه اجتهاد، تقول عليه جهاد، تقول عليها رجولة، تقول عليها أمانة، تقول عليها مجهود، إنما في حاجة بتتعمل. إنما ساعات واحد يقعد كده يقول نفسي أطلع الأول على الثانوية العامة في مصر كلها بس، لا بيذاكر ولا بيعمل مجهود ولا بيراجع. طيب ما هو في هدف بس ما بيعملش حاجة، بالتالي ده شخصية مش قوي. المعيار الثالث إنه بيأثر في اللي حواليه، يؤثر في الآخرين. يعني إيه؟ الشخصية القوية مؤثرة، تعرف قوتها من تأثيرها. يعني بولس منين ما كان يروح تلاقي الناس كلها تأثرت بيه. ليه؟ شخصية قوية، لأن الروح القدس اللي فيه مديله قوة، لأن هو رجل صلاة وصوم وعنده هدف واضح وبيسعى لتحقيقه، عشان كده شخصية قوية مؤثرة. فهنا التأثير علامة قوة الشخصية. هتقول لي طب ما انا دمي خفيف كل العيال تتلم حواليه عشان بقول نكت، اقول لك ايه، انت عارف كويس ان في وقت تاني وقت بجد هيسيبوك لانك مش جد، فهنا التأثير وقتي جدا ومحدود، انما هيلاقوا شخصية تانية عاقلة، زميل تاني عاقل يمكن ما عندوش نفس خفة الدم بس راجل عاقل
كلامه مظبوط موزون فيرتاحوا له أكتر، فالأيام هتخدم التاني مش الأولاني. ليه؟ هدف واضح، سعي لتحقيقه، تأثير على الآخرين. والتأثير مش معناه أنك تمسك عصاية للناس، لا، التأثير ده من واقع شخصيتك، شخصية الوديعة المتواضعة المحبة البشوشة الحكيمة، مؤثرة جدا. ربنا يسوع له المجد جلنا على الأرض وتجسد وتأنس وبقى إنسان زينا، ورانا كمال الشخصية، قوة الشخصية، فربنا يسوع له المجد. كل الناس تتأثر بيه منين ما يروح، حتى لو ناس بتكره الخير بتعادي ربنا يسوع بس بتتأثر بيه برضه، بتخاف منه على الأقل، بتعمل له حساب. الشخصية القوية تؤثر ولا تتأثر، إنما خلي بالكم لو قلت لا تتأثر خالص يبقى شخصية عنيدة مش شخصية قوية. طب افرض في حد كويس عاوز يأثر عليك، لو أنت شخصية قوية ممكن تتأثر بالكويسين بس، الشخصية القوية ما تتأثرش بأي حد، إنما تتأثر داخل الهدف. أديكم مثلا، يعني لما يلتقي معلمنا بولس مع معلمنا بطرس مع معلمنا يعقوب، تلاقي بولس مفتح ودانه وعاوز يتعلم درس، هيتعلم حاجة من بطرس وهيتعلم حاجة من يعقوب. طب ده انت يا بولس في أوروبا الناس كلها بتتعلم عليك. لا، بس لما انزل للآباء الأعمدة المعتبرون انا ببقى قاعد زي التلميذ عاوز اتعلم. يعني هتتأثر؟ قال طبعا هتأثر بدول، لان دول تلاميذ المسيح الاوائل اللي يعني عاشروا ربنا يسوع واتمتعوا بيه. اذا الشخصية القوية تؤثر ولا تتأثر الا في حدود الهدف. يعني ايه؟ واحد صاحبك مستهتر يجي يقول لك تعالى معايا نعمل كذا ولا كذا، لا، واخد موقف. ليه؟ لأنك لا تتأثر بالمؤثرات الخايبة دي. إنما جالك خادم حلو أو صديق روحاني وقال لك تعالى نروح التسبحة، يقول له يلا نروح. هل أنت هنا تابع منقاد؟ لا، أنت شخصية قوية ومؤثرة، لكن تتأثر بالآخرين في حدود الهدف بس. يبقى خلي بالكم، مش معنى أن الشخصية قوية ومؤثرة أنه ما بيتأثرش خالص، لا، يبقى عنيد، يبقى مش قوي. الشخص القوي مؤثر ويتأثر في حدود هو حاسبها لنفسه، يعرف امتى يقول ويعرف امتى يقول لا. بصوا بقى، الشخصيات انواعها مختلفة. مش معنى انكم كلكم شخصيات قوية ان انتوا هتبقوا اسطمبات من بعض، لا، مش كل الشخصيات القوية اجتماعية قوي، مش كل الشخصيات القوية هادية زيادة، مش كل الشخصيات القوية مثلا قيادية، لا. الشخصية القوية ممكن تكون قوية في نوعها. يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن نقسم الشخصيات، ممكن، لكن هي ليها تقسيمات كتير، الى اربع انواع مشهورين. نوع يسموه شخصية قيادية، يعني يحب ياخد المبادرة، عنده جرأة طبيعية، عنده اقدام، بيفكر كويس. في شخصية تانية تميل انها تبقى اجتماعية، يحب كل الناس وتكلم مع كل الناس، معرفش يقعد ساكت وحكاويه لطيفة ودمه خفيف. في شخصية تالتة تبقى باحثة عن الكمال، عاوزة الدنيا كلها 10/10، عاوزة كل حاجة في مطرحها، لو الصليب ده مش في مكانه يبقى الآن. في شخصية رابعة تبقى هادية شوية، يعني ما تحبش الدوشة، ما تحبش الزحمة، مش بتاعة شلة كبيرة، كلامها قليل شوية. كل شخصية من دول ليها في ميزات وليها عيوب. وعلى فكرة ما فيش حد ما فيهوش حتة من كل حتة يعني، بس ممكن تكون أنت ميجر يعني أساسا شخصية اجتماعية وفيك حتة طبعا هدوء وحتة قيادة وكلام زي كده. الشخصية القوية شخصية قوية في نوعها. يعني ايه؟ لما تبقى شخصية اجتماعية مش مطلوب تبقى شخصية هادية، لا، مش لازم. يعني ممكن نتخيل انه معلمنا بطرس الرسول مثلا شخصية قيادية وشخصية اجتماعية، يتكلم كتير وفي حتة اندفاع واقدام ورياسة كده. هل لازم يبقى زي يوحنا؟ يوحنا غالبا شخصية هادية،
لا بس على فكرة بقى بطرس ويوحنا كانوا أصدقاء جدا، لو قريتوا الكتاب كويس تلاقوا بطرس ويوحنا يجروا يوم القيامة سوا، ويتضربوا في سفر الأعمال سوا، ويعملوا معجزة المخلع سوا، الأعرج سوا، وبطرس يميل على يوحنا يقول له اسأل ربنا يسوع بيتكلم على مين، لما كان بيقصد يهوذا. فبطرس ويوحنا أصدقاء جدا مع إنهم شخصيات مش نسخ من بعض. وبعد كده لما اتملوا بالروح القدس بقت شخصيات قوية جدا ورائعة جدا. هل بطرس ما عادش القيادي بتاع زمان؟ لا، هو نفسه القيادي، بس دلوقتي يقف يوم 50 ويتصدر قيادة التبشير لكل المجتمعين. هل يوحنا الهادي ده اللي كان في حضن ربنا يسوع اللي كلامه قليل تحول إلى شخصية اجتماعية وبيكلم كتير؟ لا، فضل شخصية هادية، بس ايه، يحلق في سماء اللاهوت، طلع لنا انجيل يوحنا ورؤيا يوحنا وحاجات حلوه قوي. اذا الشخصيات اكتملت بالمسيح له المجد وتجملت وتقوت وبقت شخصيات قويه، بس في نوعها، ما اختلفش النوع. عشان كده مهم الواحد يفهم نوع شخصيته. وممكن تسال اصحابك انا شخصيتي ايه؟ قيادي اكتر ولا اجتماعي اكتر ولا، وممكن تقرا كتب الحاجات اللي في الكتب اللي عن الشخصيه والاسئله اللي بيعملوها دي بتساعدك تفهم شخصيتك. يعني انا غاوي صداع، هتفرق ايه شخصيه هاديه ولا شخصيه قياديه؟ لا، اقول لك هتفرق انك تستخدم ميزاتك وتقاوم عيوبك. يعني الشخصيه الاجتماعيه فيها ميزه انها لسانها حلو وتقدر تتعامل مع كل الناس، وفيها عيب ان دايما العلاقات سطحية والكلام ساعات يبقى كتير فمش قد الكلام اللي بيقوله. يبقى انت استثمر او استغل الوزن اللي عندك انك انت بتتكلم مع الناس بسهولة قوي، وتفادى العيب اللي عندك انك انت بتتكلم عمال على بطال، او انك انت بتوعد وبتخلف، او ان علاقاتك سطحية لان عندك اصدقاء بتاع مليون صديق ما ينفعش الكلام. عكس مثلا الشخصية الهادية، الشخصية الهادية تلاقوا العلاقات قليلة، ده عيب شوية، إنما العلاقات عميقة، واخدين بالكم؟ في عمق في العلاقة، تلاقي الكلام قليل بس الكلمة بتطلع بحساب. إذا في عيب وفي ميزة في كل شخصية. لو أنت عاوز تبقى شخصية قوية لما تقرب من ربنا يسوع أكتر وأكتر وتبقى المراية قصادك دايما الإنجيل، هتلاقي شخصيتك كل ما ده بقت أحلى، زالت الميزات وراحت العيوب شوية شوية، فبقيت بطرس الحلو اللي بعد يوم 50 بقى رسول عظيم، بقيت يوحنا الرسول العظيم الهادي الوديع، لكن اللي ما فيش بقى الخوف بتاع زمان أو العيوب القديمة. في تعبير تاني بيستخدموه ساعات يقول لك الشخصية الناضجة. الناضجة يعني إيه؟ يعني اللي استوت. بيشبهوا ساعات الإنسان زي الثمرة كده، ما تشوف شجرة مانجا وما يكونش الموسم تلاقي المنجاية طالعة بس ايه، ناشفة محجرة كده زي الطوبة، فاش تاكلها، لو قطفتها في الوقت ده تبقى انت ظلمتها وانت كمان مش هتاكلها، هترميها. استنى لما يجي الموسم تلاقي المنجاية من دول ايه، بقت حلوة كده، ولما تاكلها يبقى طعمها حلو. ده اللي بيسموه النضوج. النضوج يعني ايه؟ الشخصية بتكتمل. انتوا دلوقتي كشباب مثلا ثانوي في مرحلة ما قبل النضج، يعني ماشيين في اتجاه النضوج. لكن مثلا لما واحد فيكم يقول لي أنا بحب واحدة، أقول له بص ما تقولش ده حب، الحب يحتاج إلى شخصية ناضجة. اللي عندك ده مشاعر، ولأنك شخصية مش ناضجة كفاية المشاعر دي هتتغير بكرة، بعد سنتين هتلاقي العاطفة اللي ابتدت دي طفت خالص ويمكن تظهر واحدة تاني. يبقى لو ابتديت كلام في المرحلة دي وانت مش ناضج، الكلام اللي بتقوله انت مش قده، كأنك بتقطف ثمرة فقبل ما لا تاكلها ترميها بعد كده. يبقى المشروع كله مش سليم، لانك انت لسه لم تصل الى نضج بعد، ولازم تبقى عارف كده، وده ما يعيبكش في حاجة. وهي الثمرة اللي في الشجرة اللي لسه بتستوي عيبها ايه؟ ما فيهاش عيب، بس دي وقت. فانت مع الوقت والخبرات هتبقى شخصيه ناضجه. هتقول لي طب اعرف منين ان انا بقيت شخصيه ناضجه؟ في شويه معايير، في معايير كتير قوي انا هقول لكم بعضها. النضوج مرتبط بحاجه اسمها قبول النفس والاخر. يعني ايه؟
يعني أغلبنا كشباب في الأول بتبقى متغاظ من نفسك في حاجات، كاره نفسك في حاجات، متغاظ قوي إنك رفيع زيادة، أو متغاظ قوي إنك تخين زيادة، متغاظ قوي أو مش قابل نفسك بالخطية دي، مش طايق نفسك. لما بتقع في خطية شهوة مثلا بتبقى قرفان من نفسك. في نفس الوقت تلاقي رد فعلك للي حواليك ساعات يبقى عنيف، يعني مش قابل الناس اللي حواليك يبقوا مختلفين عنك، عاوز كل الناس يهودوك أو يبقوا زيك، ويبقى كل الناس ليها شكل واحد. دي علامة عدم ناضج. لما تهدى شوية وتستوي شوية وتكبر شوية هتقبل نفسك. تقبل نفسك يعني ايه؟ هتبقى عارف انك فيك حاجات حلوة وحاجات وحشة، وهتبقى عارف ان دي نقطة ضعفك هتجاهد فيها، وتقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، بس عارف فاهم ان دي نقطة ضعف، وقابل نفسك على كده. ولما تقبل نفسك بحلوها ومرها هتقبل اللي قصادك بعيوبه. مش هتقول لازم يتغير، لا، هو عصبي شوية ماشي هتفاهم معاه، هطول بالي عليه، هناخد وندي حتى في وجود العصبية. يبقى من علامات النضج انك تبقى قابل نفسك وقابل اللي حواليك. دي علامة حلوة. في الاول ما بتبقاش قابل لا نفسك ولا اللي حواليك. علامة تانية من علامات النضج في الشخصية الاعتدال والتوازن. تلاحظوا انتوا كشباب عندكم حتة ميل للتطرف، يعني ايه؟ الدنيا بالنسبة لك ابيض واسود، يا كله يا بلاش. لا، الدنيا ما تمشيش كده، مفيش في الدنيا ابيض واسود قوي كده، مفيش حد 100% كامل، ومفيش حد 100% وحش. فخليك معتدل في احكامك انت نفسك، لا كلك عيوب ولا كلك مزايا، انت فيك عيوب ومزايا واللي حواليك كده. التوازن ده، الاعتدال في النظر الى نفسك والى الناس والى الامور، الاحكام المعتدله مش الاحكام المطلقه، دي تميز النضج. تلاحظوا ان اغلب الارهابيين مثلا شباب صغير، عارفين ليه؟ لان الشباب الصغير يميل للتطرف، فالدنيا بالنسبه له ايه؟ ده وحش وده حلو. انما اي شخص كبير عاقل تلاقي مفيش حاجه اسمها وحش وحلو. وحش في ايه وحلو في ايه؟ خلينا نتكلم كلام مفيد. فمعتدل، الدنيا بالنسبة له أقدر وما أقدرش، لكن مش أقدر بس أو ما أقدرش بس. فهنا الاعتدال والتوازن علامة من علامات النضج. علامة كمان الاستقلالية والمسؤولية. يعني إيه؟ زي ما قلنا الشخصية الناضجة بتقبل نفسها وتقبل الناس، معتدلة كده ومتوازنة في أحكامها وتقييمها للأمور، يبقى عندها حتة استقلالية. يعني إيه؟ يعني في الأول وانت صغير كنت دايما ماما بابا دايما بترمي على حد، دي يعني هنقبلها في مرحلة، إنما كل ما بتكبر بتبقى مستقل، بتعمل حاجتك بنفسك، مسؤول عن نفسك، مسؤول عن قرارك، مسؤول عن اختياراتك، مش بتحمل الناس كلها كل غلطة بتحصل، مش بترمي على اللي حواليك، عارف حدودك وحدود اللي حواليك. في حتة استقلالية، في حتة مشاركة، وفي حتة استقلالية. شاب فيكم اللي اصحابه بيسوقوه في اي اتجاه يبقى شخصية غير ناضجة. ليه؟ لانه بيتسأل، مش مستقل. انما البنت فيكم اللي بتعرف تقول لا معلش انا مش هروح المكان ده ما يناسبنيش، شخصية مستقلة، ناضجة، عاقلة، مسؤولة، تعرف تقول امتى لا. من علامات الشخصية الناضجة كمان الواقعية والموضوعية. يمكن شكل الكلام كبير بس أنا بحاول أبسطه. يعني إيه الواقعية والموضوعية؟ في الأول وأنت شخصية كده شباب سخن بتبقى حالم، يعني أحلامك عالية قوي، دي حاجة كويسة. إنما لما تزداد نضجا تزداد موضوعية. موضوعية يعني إيه؟ أو واقعية يعني تنزل لأرض الواقع شوية. يعني في الأول كنت بتحلمي فارس أحلام زي الأفلام، وإيه مش عارف قصر شكله إيه وبتاع، بعد كده بقى إيه لما كبرت شوية أنا بس عاوزة شقة كويسة وبني آدم كويس ويبقى كتر خير ربنا. بقينا موضوعيين، بقينا واقعيين شوية، واخدين بالكم؟ كان في وقت بتشوفي صاحبتك دي ملاك من السماء، دي إنسانة قديسة، دي
وبعد شوية لا هي برضو ليها ضعفتها وليها أخطائها وأنا بحبها وأصحاب، بس دلوقتي بقت عارفة إيه فيها حلو وإيه فيها مش حلو. يبقى دخلنا في موضوعية في واقعية، ما بقتش الدنيا بالنسبة لنا سماء وأرض، لا بقينا يعني بين السماء والأرض. دي من علامات الشخصية الناضجة، ودي كلها حاجات مفيدة في أنك تعرف نفسك. مثلا في التوازن، نقطة التوازن دي لأنها نقطة غايبة عن شباب كتير قوي. أديكم مثل مشهور في الثانوية العامة، خلاص أنتوا أغلبكم خلص امتحانات، إنما تلاقي شاب مثلا بيحط جدول مذاكرة، يعمل جدول مذاكرة بيعمله لليوم، هيذاكر مثلا 15 ساعة وكل ساعة مش عارف هيعمل كام فصل في المادة، يجي على نص النهار يلاقي نفسه ما عملش 10% من الجدول، يكتئب يقفل الكتب ما يعملش حاجة. هو ايه ده يا حبيبي؟ انت ما عندكش توازن. حط الوقت وحط البرنامج على قد الوقت، تبقى شخصية متوازنة، عارف انك هتريح كل ساعتين، عارف انك هتنام لك شوية في نص النهار، عارف انك مش هتقدر تركز في اخر الليل كتير، اعمل حاجة معقولة معتدلة. عارف لو عملت برنامج وتفوقت على نفسك هتلاقي نفسيتك مفتوحة جدا، وتالي يوم صاحي متحمس تذاكر اكتر واكتر. انما حتة التطرف انك عامل برنامج اكتر من الوقت كتير، طب ما انت الخسران في الاخر، اكتئبت واتضايقت ومش عارف تكمل. مثلا التوازن او الاعتدال او الحدود، الناس عاوزة ايه وانت نفسك في ايه؟ لازم يحصل نوع من التوازن. ارضي الناس وارضي نفسك بس بحدود. هتقول لي ارضي نفسك دي مش في الانجيل؟ لا، الانجيل قال تحب قريبك كنفسك. يمكن انت لسه مش قد انك انت ترضي الناس بلا حدود، تقوم تقع ما تقدرش تكمل. تعمل حدود كده وتوازن بين اللي الناس محتاجاه، وطبعا في حدود وصية ربنا، وبين اللي انت نفسك فيه برضو في حدود وصية ربنا. التوازن ده خليك ماشي حياتك هادي. توازن مثلا بين شكلك من بره وشكلك من جوه. كلكم يعني عاوز اقول لابسين ماسكات كده بتتجملوا، كلنا بنتجمل قصاد بعض، لما منظرك في البيت غير كده وانت عارف. طول ما الفرق كبير قوي بين شكلك في البيت وشكلك في الشارع او في الكنيسة، تبقى انت لسه شخصية مش ناضجة. كل ما تبقى شخصية ناضجة تلاقي ايه الفرق مش كبير. يعني اللي يشوفك في بيتك، اللي يشوفك في الشارع، اللي يشوفك في الملعب، اللي يشوفك في الكنيسة، نفس الطباع ونفس الشخصية. كده يبقى انت شخصية ناضجة فعلا، لان في توازن بين المنظر الداخلي والمنظر الخارجي. مثلا التوازن بين الكلام والاعمال، تلاقي ساعات شاب يقول كلام كبير قوي وشعارات كبيرة قوي، وتلاقي حياته ضلمة خالص. استنى بس، لا خليك متوازن، خليك شخصية ناضجة. اللي تقوله اعمله، قول اللي تقدر عليه، ما تقولش كلام كبير ما تقدرش عليه. يبقى دي علامات التوازن في حياة الشاب اللي تخليه شخصية ناضجة. احنا اتفقنا في البداية ان الواحد عشان يفهم نفسه يقعد مع نفسه، ويقعد مع ناس كويسين عاقلين حواليه، ويقعد مع ربنا. لما بتقعد مع ربنا في حاجة اسمها النمو او التطور المستمر. هتقولي انا شخصيتي ضعيف، اقول لك اوعى تقول كده، ليقل الضعيف بطل انا. انت لما تمسك في ربنا هتبقى قوي. شوف انت واقف فين وضعفتك ايه، وابتدي بقى مع ربنا خطوه خطوه، صلح مع ربنا حته بحته. فعشان كده الواحد بيبتدي الاول من مطرح ما هو واقف، خاطي، عنيد، كذاب، خواف، قلقان، ايا كانت البدايه، حط البدايه وابتدي اطلع السلم خطوه خطوه. هتطلعوا ازاي؟ هتطلعوا اولا بالمحاوله. يعني ايه؟ اب اعترافك يقول لك بص هنتدرب الشهر ده ان احنا نصحى بدري نصلي باكر كل يوم. تقوم تبتدي تحاول. انت بطبعك مش ملتزم وكسلان، فيك عيب؟ طب معلش تحاول، تمشي يومين تبطل يومين، تمشي يومين تبطل يومين، ترجع لاب اعترافك يقول لك نحاول تاني يا حبيبي. شوفوا الارشاد مع المحاوله. شهر في شهر في شهر تلاقي نفسك ابتديت تتعود، يبقى طلعت خطوه، يبقى غلبت نفسك في حته الكسل. يبقى تفوقت على نفسك وبقيت شاب نشيط.
يبقى اكتسبت صفة جديدة بتنقلك من الصورة الأولانية للصورة المثالية، بس حتة حتة هتقع وتقوم. اوعى تفتكر انك هتطلع كده جاري من الصورة الحالية للصورة المثالية، لا، طبيعة الطريق انك تقع وتقوم، ما يهمكش، طبيعي تقع وتقوم مفيش حاجة. وعشان تقع وتقوم محتاج دايما شكل او مثل اعلى قصادك. ربنا يسوع طبعا مثلنا الاعلى في كل حاجة، واب اعترافك مثل اعلى، واستاذك في مدارس الاحد مثل اعلى، وناس حلوة في الكنيسة، والقديسين اللي بتحبهم، كل دول بيسخنوك عشان تطلع من الحالة اللي انت فيها للحالة المثالية اللي عاوز توصل لها. بيغذي المسار ده كله ايه؟ انك تقرا الانجيل كتير، تقرا سير قديسين، تدخل مهرجان الكنيسة، تدخل انشطة الكنيسة، الثقافة دي كلها والخبرات دي كلها تاخدك من مطرح ما انت واقف بعيوبك بضعفاتك، وتطلع بيك تبقى شخصية كاملة ناضجة شبه المسيح. يبقى محدش يقول انا مش نافع، انا وحش، انا في عيوب، انا ضايع، انا لما بقعد مع نفسي بكتشف حاجات وحشة قوي، انا الناس شايفاني شخصية مش فالحة. لا، دي البداية. ربنا شغلته ياخدك من مطرح ما انت واقف ويعمل منك قديس، بس اديله فرصة اشتغل معه. يبقى لما تيجي نبتدي نقول ايه من الاول، انا مين؟ اول حاجة تيجي ببالك انا ابن ربنا، هو مسؤول عني، هشتغل معاه لغاية ما يعملني شبه المسيح ابنه الوحيد، لاني انا ابن ربنا، فمطالب ان انا ابقى شبه المسيح الابن الكلمة الحقيقي. هنا ندخل على حتة، انا فاضل لي دقايق. لما تقول انا ابن الله او انا مسيحي، ليه بتقول انا مسيحي؟ احنا قلنا في الاول في واحد بيقول انا غني فبيفتخر بدي، في واحد تاني بيقول انا ذكي بيفتخر بدي، في واحد بيقول انا شقي بيفتخر بدي. انت بقى لو هتفتخر، الكتاب بيقول من افتخر فليفتخر بالرب، يعني انت كفايه عليك ربنا. فلما بيقولوا لك ليه انت مسيحي، لازم تبقى عارفها. انا من انا؟ انا مسيحي. تعرفين الشهداء زمان كانوا ساعات يبقوا دمهم خفيف، يجيبوا النفندي من دول شهيد، اسمك ايه؟ مسيحي. ساكن فين؟ مسيحي. شغلتك ايه؟ مسيحي. يقعد يقول كل الاسئله مسيحي مسيحي، فغير اتغاظوا منه. هو مش كان بيستفزهم، كان فرحان قوي بالكلمه، كان حاسس ان هي دي راس ماله. مش مهم بشتغل فين، المهم ان انا مسيحي. مش مهم اسمي ايه، انا المهم ان انا مسيحي. مش مهم عندي فلوس كام، المهم ان انا مسيحي. فاهمين الفكره؟ عشان كده كانوا شهداء، لان عارفين قيمه نفسهم. لما يقولوا لك طب اشمعنى انت مسيحي، او ايه اللي يميزك كمسيحي، او ليه فرحان بكونك مسيحي، هحفظكم ثلاث كلمات. قول اولا لان المسيح بتاعي اجمل اله، وثانيا لان المسيح بتاعي بيعمل مني احلى انسان، وثالثا لان المسيح بتاعي اداني اوضح طريق. يعني ايه؟ الاول المسيح هو احلى اله او اجمل اله. بصوا حوالينا ديانات كتير وفلسفات كتير، والعالم مليان افكار. لو حطيت ربنا بتاع كل ناس قصاد ربنا بتاعنا، لا، الفرق كبير قوي صدقوني. عشان كده الكتاب بيقول ليس اله مثلك. هو طبعا ما فيش الهه اخرى، كل ده مزيف. انما مقصود بيها ايه؟ ليس اله مثلك، يعني كل اللي الناس بتمشي وراه يعتقدوا انه الهه، ما يجيش حاجه جنب ربنا. انا ربنا بتاعي قادر على كل شيء، وربنا بتاعي بيحبني جدا، وربنا بتاعي في كل الحكمه. ولانه بيحبني ما عادش في السماء وسابني في الغل، جه من السماء وعاش معايا. ولانه بيحبني لاني هموت، قال لي لا ما تموتش انت، انا هموت انا، وعيش انت الحياه الابديه بتاعتي. طب وهو في اله حب الانسان زي كده في اي حته؟ وهو في اله اقرب للبشر من ربنا يسوع له المجد؟ وهو في اله قادر على كل شيء الا الهنا مخلصنا يسوع المسيح؟ اذا انا مسيحي لاني عندي احلى اله، او الاله الحقيقي. يوحنا في رسالته الأولى يقول هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، على ربنا يسوع. هذا هو الإله الحقيقي. فأنا مسيحي لأني عندي الإله الحقيقي.
اتنين انا مسيحي، لان مفيش فكرة ولا فلسفة ولا دين تقدر تعمل مني حاجة زي المسيحية. انا المسيح بتاعي هيعمل مني شبهه، هيعمل مني مسيحي قديس، هيطلع مني احلى ما فيا لان هو اللي خلقني. انما لو مشيت ورا الآلهة الاخرى ورا الافكار الاخرى هبقى لا مؤاخذة احيانا حيوان ناطق، واحيانا جماد لا قيمة له، واحيانا انسان اناني بشوية تراب في الاخر. لا لا لا، ما يعجبنيش الكلام ده. انا عاوز ابقى قديس، عاوز ابقى شبه المسيح. ما لقيتش في التاريخ انسان احلى من ربنا يسوع له المجد. فربنا يسوع هو الاله الحقيقي وهو ايضا الانسان الكامل، فانا عاوز ابقى انسان كامل. فما فيش سكة تاني لكده غير بالمسيح. انا مسيحي لان كمان الطريق الوحيد للسماء عن طريق المسيح. شوفوا ربنا يسوع يقول ايه، انا هو الطريق والحق والحياة، لا يستطيع احد ان يأتي الى الاب الا بي. انا هو الباب، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد مرعى، يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. يعني ايه؟ عاوز تروح السماء مفيش سكة تاني غير ربنا يسوع، غير المسيحية. من يؤمن بابن الله له الحياة، من لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. اذا انا مسيحي لان الهي هو الاله الحقيقي احلى اله، انا مسيحي لاني بالمسيحية ببقى احلى انسان، انا مسيحي لان دي سكة السماء. هيجي واحد يقول لك طب ليه ارثوذكسي بالذات؟ اقول له برضه اقول لك ليه ارثوذكسي بالذات؟ انا مسيحي وارثوذكسي. انتوا عارفين ارثوذكس يعني مستقيم الفكر او مستقيم الاتجاه مستقيم العقيده. لان الارثوذكسيه انقى ايمان، والارثوذكسيه اصدق انجيل، والارثوذكسيه اقدس حياه. يعني ايه؟ الاول انقى ايمان. هتقول يعني ايه انقى ايمان؟ هقول لك بص، المسيحيه هي المسيحيه، كل اللي بيقول ربنا يسوع الهنا الحقيقي، المسيح يسوع الهنا، ده مسيح. انما الشيطان اتشطر ولخبط ايمان البعض، فشال من عند البعض فكره التناول والاسرار، فلخبط الطريق، لخبط الايمان شويه، وشال من البعض عيله السماء العذراء والقديسين والملائكه، وشال من البعض فكرة الأبدية يمين وشمال، حط حاجة في النص، الإيمان اتلخبط. الأرثوذكسية هي اللي استلمت من المسيح عبر الرسل من جيل لجيل لغاية النهاردة، ودفعت دمها غالي عشان تحافظ على الإيمان المستقيم. فأنا مسيحي أرثوذكسي لأن عندي أنقى إيمان، مش بس إيمان بالمسيح ولكنه أنقى إيمان. في نفس الوقت عندي اصدق انجيل. هتقول طب ما هو انجيل واحد في ايدين كل الطوائف. يقول لك استنى، هو انجيل واحد في ايدين كل الطوائف، بس كل واحد بيفهمه بطريقته. انا بفهمه زي ما قصد الروح القدس وهو بيكتبه على فم الانبياء وعلى يد الرسل. تقول لي باماره ايه؟ طب ما هم كمان بيقولوا هم بيفهموا صح. يقول لك استنى، انا برجع 15 20 قرن واسال القديسين فهمتوا الكلام ده ازاي؟ يقولوا لي يا ماري جرجس كنت بتتناول؟ يقول اه. يا ست دميانة كان ليكي اب اعتراف؟ ايوه. يا اثناسيوس الرسولي كان عندكم مذبح وتناول؟ ايوه. يا كيرولوس الكبير كان في شفاعه في وقتكم؟ ايوه. يا جماعه كان في حد بيقول مطهر؟ لا. خلاص انا برجع للقديسين اربع خمس قرون قبل ما يكون في طوائف يشرحوا لي الانجيل كلمه كلمه. الروح القدس قصد ايه بالكلام ده؟ يقول لك قصد كذا وكذا وكذا. فيبقى عندي اصدق انجيل، فانا مفتخر اني مش بس مسيحي، اني ارثوذكسي، عندي انقى ايمان وعندي اصدق انجيل. ثالث حاجه، الارثوذكسيه اقدس حياه. هتقول لي ليه؟ اقول لك استنى، دور كده في بعض الطوائف على القديسين، قول لي بقى، طلعوا ماري جرجس وطلعوا بوسيفين وطلعوا ماري مينا وطلعوا البابا كيرلس وطلعوا، طلعوا القديسين دول ولا ما طلعوش؟ دور. يبقى المنهج ده، السكه دي هي اللي طلعت اقدس حياه. ليه كنيستنا الارثوذكسيه مطلعه عدد مهول من الشهداء؟
لأن عاشوا السكة صح، فهموها صح، عندهم أصدق إنجيل وأنقى إيمان، فأقدس حياة، حياتهم مقدس. مفيش كنائس طلعت قديسين قد كنيستنا أبدا، كنائس الأرثوذكسية دي شهادة إن هو ده الطريق المستقيم. هتقولي في كلمة ثالثة بيقولوها، ليه أنا قبطي؟ طيب كفاية مسيحي أرثوذكس. لا، أنت مسيحي أرثوذكسي قبطي. طب هتضيف عليا إيه دي؟ ما كفاية عليا أحلى ربنا وأحلى طريق وأصدق إيمان وأقدس حياة. لا، في حتة تاني، حتة قبطي دي بقى تخليك عندك أقوى تاريخ. أنتوا عارفين قبطي يعني مصر؟ أقوى تاريخ. لو رجعت 2000 سنة ودرست بقى 2000 سنة دول، تقف في العالم كله تقول أنا قبطي، مش بس أنا مسيحي، أنا مسيحي الأول طبعا، وأرثوذكسي ثانيا، وقبطي ثالثا. إيه قبطي دي بقى؟ أنا تبع أثناسيوس، تبع كيرولوس، تبع ماري مرقس، تبع العتاولة دول. تعرفين الناس دول علموا العالم كله الإيمان. الرهبانة طلعت من مصر، علمت العالم كله الرهبانة. الاستشهاد ابتدى في مصر وعلم العالم كله ازاي يقدم حياته لربنا. فأنا عندي تاريخ مش عند حد. مش بس كده، عندي انتماء مش عند حد. يعني ايه؟ تراب مصر ده اللي احنا ماشيين عليه، جه المسيح مشي عليه، لا راح أمريكا ولا راح أستراليا ولا راح الهند، ربنا يسوع جه بلادنا ومشي عليها. مين في التاريخ يفتخر بأن المسيح عاش عنده إلا فلسطين وإحنا؟ طب ما ده انتماء. مصر كان فيها أديرة مسافة من دير لدير مسافة رنة الجرس. يعني إيه؟ يعني بتاع كام كيلو كده من دير لدير لدير، من أول السلوم لغاية أسوان. كل مصر أديرة، كل مصر كنايس. طب أنت ما تفرحش بحاجة زي كده؟ تحت الأرض اللي ماشيين عليها في كل حتة، في الصعيد بالذات، في أديرة تحت رجلينا، وفي أجساد شهداء في كل حتة. ليه؟ هي دي كنيستنا، هم دول اللي خلوك تتولد مسيحي. أنت ليك جد شهيد وأنت ما تعرفش، لأنك لو ما كانش جدك استشهد ما كنتش اتولدت مسيحي. لازم تفهم دي، لو ما كانش جدك استشهد في يوم من الأيام أنت ما كنتش اتولدت مسيحي. دي ما تخليكش متمسك قوي إنك قبطي، ما جدك ده قبطي بقى. أنتوا عارفين من 200 سنة بس ما كانش في حد في مصر غير قبطي، ما كانش في أي طوائف. من 200 سنة بس ما كانش في أي حاجة اسمها طوائف، كل المصريين مسيحيين أرثوذكس أقباط، كل المصريين. بس من 200 سنة ابتدى إيه؟ تدخل حاجات تانية. أنا قبطي لأن عندي أجمل طقس. يعني إيه؟ لو لفيتوا العالم وكنايس العالم مش هتلاقوا كنيسة بجمال طقس كنيستنا القبطية، حتى الكنايس الأرثوذكسية إحنا بنحب الكل، لكن مفيش تسبيحة زي جمال تسبيحتنا، مفيش قداس بروعة قداسنا، مفيش طقوس في كل صغيرة وكبيرة بالأيقونات بالألحان، كل ده قبطي. والحتة القبطية دي تفتخر بيها في العالم كله. يبقى أنا من أنا؟ أنا مسيحي أرثوذكسي قبطي. وبعد كده أعرف ميزاتك وعيوبك، وبعد كده طور في شخصيتك وامسك في إيد ربنا واطلع من مجد إلى مجد، إلى تلك الصورة عينها صورة ربنا يسوع له المجد إلى الأبد. أمين. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين.